أهلا بكم إلى حلقة جديدة من تحت الضوء. مجازر وقتل بلا هوادة للمتظاهرين السلميين العراقيين المطالبين بحقوقهم برفض الطبقة السياسية الفاسدة في العراق. رصاص وقتل ودماء ودخان يملأ السماء. أكثر من 1000 شهيد ونحو 17,000 جريح في بغداد والمحافظات الأخرى منذ الأول من تشرين الأول الماضي. اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبرت عن استيائها من ارتفاع عدد القتلى في تظاهرات العراق. أما مفوضية حقوق الإنسان فقد قالت أن عمليات استهداف المتظاهرين من قبل القوات الحكومية لم تتوقف، بل ازدادت وتيرتها كثيرا، لا سيما في الناصرية والنجف مؤخرا، وأن قنابل الغاز القاتلة التي تستخدمها السلطات الحكومية في العراق غير مخصصة للتظاهرات المدنية. أما الأمين العام للأمم المتحدة فقد أعرب عن قلقه البالغ من استمرار القوات الحكومية في استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين، بينما صحيفة الجارديان البريطانية قالت إن نظام الحكم في العراق قد بدأ في الانهيار، وأن تصرفات حكومة بغداد لم تتعدى كونها استعراضاً للقوة الغاشمة ضد المتظاهرين السلميين في أعقاب إحراق مبنى القنصلية الإيرانية. إذن الممثلة الخاصة للأمم المتحدة أيضاً في العراق جينين لاسخارت قالت في ردة فعلها أيضاً حول المجازر في العراق أنها عزمت على إحاطة مجلس الأمن الدولي بذلك، ووصفت الأعداد المتزايدة من الضحايا والإصابات في صفوف المتظاهرين أنها قد وصلت إلى مستويات عالية ولا يمكن التسامح معها. من جانب آخر وبحسب صحيفة الاندبندنت البريطانية فإن استقالة عبد المهدي لا تعني الكثير بالنسبة للمتظاهرين، وأن مطالبهم تشمل تغيير النظام الحاكم بأكمله. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن العراقيين يعتبرون أن النظام الإيراني هو المسؤول عن القمع العنيف ضد المتظاهرين. مركز جنيف الدولي للعدالة أيضا طالب الأمم المتحدة بضرورة إرسال لجنة تحقيق دولية إلى العراق للتحقيق في الانتهاكات المستمرة فيه، وأن استمرار هذه الانتهاكات من قبل الحكومة والجرائم دون إدانة دولية يمثل اختلالا خطيرا في نظام العدالة الدولي. من جهتها أيضا أفادت منظمة العفو الدولية أنه يتعين أن يتوقف حمام الدم هذا وتقديم المسؤولين عنه للعدالة. ردود الفعل الدولية تثير تساؤلات فيما إذا كانت المرحلة القادمة ستشهد محاكمات لرموز الفساد وزعماء الميليشيات الذين لا يتورعون في إراقة الدم العراقي. نتابع مشاهدينا الكرام هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. مجازر وقتل ودماء، رصاص ودخان يملأ السماء. بهذا المشهد يصبح ثوار تشرين ويمسون لا يمنعهم الموت من الإصرار على تحقيق هدفهم الأسمى في إسقاط النظام في بغداد. المتظاهرون السلميون قدموا أكثر من 1000 شهيد ونحو 17,000 جريح في بغداد والمحافظات الأخرى منذ الأول من تشرين الأول الماضي لتحقيق أهدافهم بإسقاط الأحزاب الفاسدة. الحكومة وميليشياتها وأحزابها مجتمعة لم تجد طريقة لمواجهة المتظاهرين العزل سوى الرصاص الحي. اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبرت عن استيائها من ارتفاع عدد القتلى في تظاهرات العراق. أما مفوضية حقوق الإنسان فقالت إن عمليات استهداف المتظاهرين من قبل القوات الحكومية لم تتوقف، بل زادت وتيرتها كثيرا، وأن القوات الحكومية المرسلة من بغداد اشتركت بقتل المتظاهرين في مدينة الناصرية، وأن قنابل الغاز القاتلة التي تستخدمها السلطات الحكومية في العراق غير مخصصة للتظاهرات المدنية. أما الأمين العام للأمم المتحدة فقد أعرب عن قلقه البالغ من استمرار القوات الحكومية استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين. وفي تقرير لها عن العراق قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن نظام الحكم في العراق قد بدأ بالانهيار، وأن تصرفات حكومة بغداد لم تتعد كونها استعراضاً للقوة الغاشمة ضد المتظاهرين في أعقاب إحراق مبنى القنصلية الإيرانية. المجازر والانتهاكات في العراق دفعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت إلى أنها ستحيط مجلس الأمن الدولي حول الانتهاكات التي تجري في العراق، وأن الأعداد المتزايدة من الضحايا والإصابات في صفوف المتظاهرين وصلت لمستويات عالية لا يمكن التسامح معها.
تصريحات بلاسخارت تثير تساؤلات فيما إذا كانت المرحلة القادمة ستشهد محاكمات لرموز الفساد وزعماء الميليشيات الذين لا يتورعون في إراقة الدم العراقي. من جانب آخر وبحسب صحيفة الاندبندنت البريطانية، فإن استقالة عبد المهدي لا تعني الكثير بالنسبة للمتظاهرين، وأن مطالبهم تشمل تغيير النظام الحاكم بأكمله. وأشارت الصحيفة إلى أن العراقيين يعتبرون أن النظام الإيراني هو المسؤول عن القمع العنيف ضد المتظاهرين. مركز جنيف الدولي للعدالة طالب الأمم المتحدة بضرورة إرسال لجنة تحقيق دولية إلى العراق للتحقيق في الانتهاكات المستمرة في البلاد، وأن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة دون إدانة دولية يمثل اختلالاً خطيراً في نظام العدالة الدولي. أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة، وهم كل من ضيفي في الاستوديو، الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. مرحبا بك أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا، حياكم الله. وأرحب بالأستاذ رحيم الكبيسي أستاذ القانون الدولي، انضم معنا عبر الهاتف من عمان. مرحبا بك أستاذ رحيم الكبيسي. مرحبتين لك ضيوفك الكرام. أهلا بك أستاذ رحيم، وأرحب أيضا بالسيد علي عزيز الناشط المدني ينضم معنا من بغداد. مرحبا بك أستاذ عزيز. مرحبتين، أهلا وسهلا. أهلا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك أستاذ مصطفى كامل، يعني كيف تراقب سير التظاهرات الآن؟ عمليات القتل مستمرة، القوات الحكومية والميليشيات لا تتورع بقتل المتظاهرين بدم بارد وبلا هوادة، رغم التقارير الدولية التي تتوالى التقرير تلو التقرير، رغم الإدانات الدولية، مع ذلك عمليات القتل المستمرة لمتظاهرين عزل سلميين يطالبون بحقهم في الحياة وباختيار طبيعة ونمط وشكل هذه الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي السادة المشاهدين الكرام والزملاء الأعزاء الذين سينضمون إلينا في هذا البرنامج. الحقيقة هو السؤال ليس لماذا يستمر القتل، لماذا لا يستمر القتل؟ أنا أعتقد أن هذا هو السؤال الأصح في هذا المجال. هذه العصابة المتحكمة بالعراق هي يعني عصابة إجرامية بكل تفاصيلها، هي ميليشيات إرهابية مصممة لقتل العراقيين وسرقتهم، وبالتالي عندما سنحت لها هذه الفرصة، وقد سنحت لها من قبل في الموصل وفي الفلوجة وفي تكريت وفي الدور وفي ديالة وفي العديد وفي الحويجة في العديد من المدن العراقية، قامت بنفس هذه الجرائم، ارتكبت أبشع الجرائم الإرهابية ضد المواطنين، ارتكبتها من قبل في النجف، وارتكبتها من قبل في البصرة وفي بغداد وفي كل الأماكن المحافظات العراقية، حيثما بدأت ثورة أو ملامح ثورة، انتفاضة احتجاجية ضد هذه العصابات الإجرامية المتحكمة بالعراق على مدى 16 سنة. هذا هو مشروع الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك للعراق، أن يقتل شعب العراق وأن يفقر شعب العراق ويسرق شعب العراق، ولا تقوم لدولة العراق الوطنية ولشعب العراق أي قائمة. يجب أن يبقى هذا الشعب مستلب الإرادة، مسحوقا مسروقا، وإذا ما تنفس أو طالب بحقه يجب أن يقتل. ولهذا أنت تجد هذه البشاعة الهائلة في حجم الإجرام الذي يواجه به هؤلاء المتظاهرين السلميين. هؤلاء يعني في البداية ثاروا من أجل مطالب مشروعة جدا وبسيطة جدا كان بالإمكان معالجتها عبر سنوات. أنا أتكلم يعني ليس في هذه الثورة ثورة تشرين، وإنما منذ أول المظاهرات الاحتجاجية في 2011 التي شهدتها ساحة التحرير أيضا، كان بالإمكان معالجة المسار لو كانت هناك رغبة وإرادة حقيقية بالإصلاح وبالتغيير نحو الأفضل. كان بالإمكان تجنب كل هذه الدماء الطاهرة التي سالت سواء في بغداد أو في النجف أو في بيقار أو في البصرة أو في أي مكان. يعني الآن الدم العراقي يسفك بكل وقاحة، ويعني اليوم الحقيقة استفزني خبر قرأته لأحد النهاب من كتلة الفتح الميليشياوية، وهو يتحدث تعليقا عما يقال من أن
المجرم عادل عبد المهدي، وأنا أسميه السفاح عادل عبد المهدي، يعني هناك ضمانات له من الكتل السياسية البرلمانية بعدم المساءلة في حال قدم استقالته، عدم المساءلة القضائية. هذا الناهب الميليشياوي يقول أن عادل عبد المهدي ليس متهما بأي جريمة وليس له أي ملف سواء بالفساد أو بأي ملف جنائي أو قضائي آخر، ويبرر عملية قتل المتظاهرين السلميين الذين يعني لا توجد حتى الآن إحصائية دقيقة لأعدادهم. هناك يعني أعداد تتراوح بين 500 إلى 1000 شهيد، لكن في كل الأحوال حتى لو كان هناك شهيد واحد هو يتحمل وزر هذه الدماء الطاهرة، وهناك ما يقارب من 18,000 مصاب، وشاهد العالم بأسره البشاعة الهائلة التي يعني الإجرام الهائل الذي واجه يعني به هؤلاء الثوار، ثم يتحدث هذا النائب عن أنه عادل عبد المهدي لا يتحمل مسؤولية. حصانة تعطيها الميليشيات بحكم علاقتها بعبد المهدي؟ لا، ليست حصانة، لا عذرا، ليست حصانة، وإنما هناك براءة كاملة أن عادل عبد المهدي وهو الذي يسمى رئيس الوزراء ويسمى القائد العام للقوات المسلحة في العراق بريء تماما، وهو لم يعطي أوامر بإطلاق النار. وكما رأينا وسمعنا وسمع العالم ورأى حجم هذه الجرائم، ثم التبرير الذي ساقه وزير دفاع عصابة المنطقة الخضراء بالحديث عن طرف ثالث، لو كانت هناك دولة بين قوسين تحترم نفسها بأدنى معايير الاحترام لما قبلت بموضوع الطرف الثالث، لأن حتى هذا الطرف الثالث الطرف الثالث الحديث به لربما من أجل إضاعة حقوق العراقيين ودماء الشهداء الذين سقطوا من أجل الحرية. الحقيقة يعني هذا موضوع الطرف الثالث يعني استهانة أولا بالدماء، وكما تفضلت إضاعة للحقوق، ولكن هو من جانبه السياسي يعني ألا يسأل وزير الدفاع أو أي مسؤول في السلطة التي تحكم أو تتحكم بالعراق من الذي استورد هذا السلاح؟ طيب، ليست الجهات الرسمية هي من استخدم هذا السلاح وليس هي من استورده، لنوافق على كلام وزير الدفاع بهذا الطريق، غير منطقي. مع أنه غير منطقي ولا يقبله أي عقل، لكن لنوافق عليه جدلا، من الذي استورد هذا السلاح؟ من الذي سمح باستخدامه؟ من الذي دفع أمواله يعني قيمته؟ من الذي أمر باستخدامه؟ من الذي يستخدمه فعلا؟ والحديث عن أن هذه ميليشيات، لا يوجد شيء في العراق اسمه ميليشيات، هذه الميليشيات تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي هي جزء من منظومة الحكم والتحكم والإرهاب في العراق. وهذا يعني أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يتحمل وزر أي خطأ أخطأه جندي شرطي منتسب في قوات التدخل السريع، منتسب في ميليشيات الحشد الشعبي، ما دام هو قد أعلن أن هذه مؤسسات أمنية وعسكرية تابعة له، وبالتالي هو يتحمل هذه المسؤولية. عودة إلى سؤال حضرتك، لماذا يقتل العراقيين؟ وأنا أكرر القول، لماذا لا يقتل العراقيون؟ هؤلاء هم قتلة مجرمون، ليس أمامهم إلا القتل، وهم واهمين في الحقيقة، هم يظنون أن القتل سيخمد هذه الدماء الطاهرة التي تنزف الآن من بغداد جنوبا حتى الفاو، يظنون أنها ستخمد هذه الثورة، ثورة تشرين المباركة. أنا أقول أن الدم هو وقود الثورات. نعم، كل قطرة دم تنزف في العراق هي دماء طاهرة وعزيزة علينا، ولكن هذه الدماء هي وقود الثورات، وهي من ستديمها، وهي من ستطيح بهذه العروش الزائفة التي بناها هؤلاء على جماجم العراقيين. نعم. وبالسحت الحرام الذي يسرقونه من أموالهم. نعم. أستاذ رحيم الكبيسي، أستاذ القانون الدولي، يعني ما دام عبد المهدي هو القائد العام للقوات المسلحة وهو من أعطى الأوامر بقتل المتظاهرين أو إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع القاتلة عليهم، وما دامت الميليشيات هي جزء لا يتجزأ من منظومة الحكم مثلما تحدث الأستاذ مصطفى
كامل، وحديث الميليشيات أيضا عن إعطاء حصانة ربما لعبد المهدي أو إعطائه الأمان من أجل عدم محاسبته فيما بعد، كل ذلك الاستقالة هل تراها تعفيه من المسؤولية؟ وما الدائرة التي حول عادل عبد المهدي، هل ممكن أن تؤمن له الأمان وتضمن له عدم المحاسبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم وضيوفكم الكرام والمشاهدين الأعزاء. حياك الله أستاذ. التحيات لشبان وشابات ساحات العز والكرامة، الرحمة لشهداء العراق والشفاء العاجل لجرحى الثورة الشعبية. ما جرى ويجري في العراق يمتد إلى بدايات الاحتلال وإيكال أمر تسيير دولاب الحياة السياسية إلى مجموعة بعيدة عن روح المواطنة. كل الأسف تفيدت بفعل الاحتلال وإرادة الأجنبي بعاثت في الأرض فسادا. هذا الاحتقان لدى الجماهير انفجر بصورة فاقت الانتفاضات السابقة، فمنذ الأول من تشرين نزلت الجماهير إلى الساحات تطالب بحقوقها، وبدلا من تلبية هذه الحقوق تصدت الأجهزة الأمنية للمتظاهرين السلميين باستخدام كل الأسلحة ومنها الرصاص الحي، وسقط شهداء كثر وجرح المئات. وهنا تحولت شعارات الجماهير من قدمية إلى سياسية باعتبار هذه المجموعة الحاكمة عاثت في الأرض فسادا. يعني خلينا أقول لك وللجماهير بصورة عامة أن استقالة الحكومة أو فعل الاستقالة غير قانوني. لماذا غير قانوني؟ نعم. أولاً لا يوجد في الدستور العراقي شيء اسمه استقالة. نعم. المادة 75 التي دعا بها مجلس النواب هذه تتعلق باستقالة رئيس الجمهورية وليس رئيس الوزراء. نعم. والمقايسة باستقالة رئيس الوزراء على استقالة رئيس الجمهورية أمر غير مقبول، لأن لا اجتهال في مورد النص كما نقول في لغة القانون. وبالتالي إذا كانت المحكمة الاتحادية قد أفتت وجهزت لهذا أن يقدم استقالته، فنحن نقول نريد هذه الفتوى كتابة لكي نعرف أن حتى السلطة القضائية قد أصابها العوار مع كل الأسف في هذه الحالة. النص الواضح وارد في المادة 81 أن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى رئاسة الوزارة عندما يشغل منصب رئاسة الوزارة بأي سبب كان، سواء كان بفعل أو بدون فعل في هذه الحالة. إذن رئيس الجمهورية يفترض أن يكون هو رئيس الوزراء. وعندما يكون رئيسا للوزراء إذن المساءلة ستكون لرئيس الوزراء ولطاقم الوزارة معه في هذه الحالة. رئيس الوزراء ادعى لنفسه أنه سيكون ضمن عملية تسيير الأعمال وهو غير موجود في هذه الحالة، لأن تسيير الأعمال يكون في الظروف العادية وليس في الظروف الاستثنائية. ولو افترضنا جدلا أن هذه الحكومة حكومة تسيير الأعمال تكون بدون رئيس الوزراء، لأن رئيس الوزراء مجرد تقديم استقالته إذا قبلنا بهذا الأمر يتخلى نهائيا ولا يمكن أن يكون ضمن طاقم الوزاري لكي يساءل بعد ذلك. هذه الحكومة أو هذه الوزارة هي بعد أن حتى لو افترضنا جدلا استقالتها بعد أن هي يجب أن تساق إلى القضاء، لأنها ارتكبت جرائم قتل، وجرائم القتل هذه لا تثبت بالتقادم. هذه القانون العراقي صريح في هذه الحالة، قانون العقوبات العراقي المادة 400 و 406 صريحة في هذه الحالة، يعاقب بالإعدام من قتل نفسا عمدا في الحالات التالية إذا كان القتل مع سبق الإصرار والترصد، وهذا هو الموجود، وإذا كان القتل باستعمال مادة سامة أو مفرقع أو متفجرة. ونحن نعرف أن المتفجرات التي استخدمت، أي القنابل المسيلة للدموع استخدمت ضد المتظاهرين، تحوي مادة سامة اسمها غاز السارين. نعم، ابقى معي أستاذ رحيم الكبيسي. أرحب بك أستاذ علي عزيز الناشط المدني معي الآن. التظاهرات تسير وعمليات القتل مستمرة من قبل القوات الحكومية، هل لك أن تصف لنا
الجرائم التي تحصل على يد القوات الحكومية والميليشيات ضد المتظاهرين السلميين، لا سيما ما يجري في بغداد، الناصرية، النجف الآن، والحديث عن أن هناك ربما سيتم الزج بمندسين لتشويه صورة التظاهرات. نعم، طبعا القتل مستمر بمحافظتي النجف والناصرية، خصوصا النجف طبعا لما شاهدناه يعني هذه الثلاث أيام المقارنة بالنجف، أصابات حول قبر الحكيم، أصابات مجرمة وقاتلة، ملثمين جميعهم، مسلحين مدججين بأنواع الأسلحة، قناصين لديهم على سطح يعني سطح بناية القبر، لأنه هو مستوين يعني وكأنما مستوين مزار وليس قبر لشخص. القتل طبعا ضربوا شيوخ العشائر بالغازات السامة، ضربوا الشباب، والقتل مستمر لحد اللحظة، وجهود يعني جهود حثيثة اليوم تبذل بين العشائر حتى يقدرون يوقفون هذا حمام الدم اللي يجري ودون فائدة. الثوار مصممين على القصاص من هؤلاء القتلة عصابة تيار الحكمة، لأنه سرايا عاشوراء هي الفصيل العسكري لتيار الحكمة. نعم أستاذ مصطفى، المتحدث باسم المرجعية تحدث عن الانتفاضة أنها يعني أولى من صناديق الاقتراع المزورة لأنها تعبر عن إرادة الشعب. المرجعية تتحدث هكذا، ويا للغرابة، المرجعية إذا كانت تعرف أن هذه العملية الانتخابية مزورة كيف دعمت السياسيين وكيف سكتت على ذلك؟ يعني أولا الجميع يعرف الآن، وباعتراف دولي أيضا، ليس نحن الذين نناهض هذه العملية السياسية الاحتلالية منذ بدايتها في 2003 عندما حصل الغزو. الجميع يعرف الآن أن هذا البرلمان الذي شكل عبر في كل مراحله هو برلمان مزور. الجميع حتى بما فيهم أعضاء هذا البرلمان يعترفون بالرشوة وبالسرقة وبتقاسم السلطات وبتقاسم عفوا المكاسب وتقاسم النفوذ، وبالتالي المحاصصة الطائفية والعرقية هي التي جاءت بكل هذه المنظومة السياسية التي تتحكم بالعراق. هذا خصوصا هذا البرلمان الأخير الذي يعني الآن موجود هو برلمان الـ 18 أو 19%، وهو يعني لا يمثل على الإطلاق أي شرعية لكل ما يصدر عنه ومنه هذه السلطة التي رأسها عادل عبد المهدي بكل ما يعني يقال عنها من محاولات لإسباغ الشرعية عليها لا يمكن. أولا هذه المرجعية يعني الجميع يعرف أنها هي من منحت الحياة لكل هذه البرلمانات ولكل هذه السلطات ابتداء منذ موافقتها على مجلس الحكم الاحتلالي المنحل، وأيضا على دستور المرحلة الانتقالية، ثم على الدستور الجديد الذي تم التصويت عليه عام 2005، وعلى كل السلطات اللاحقة. والجميع يعرف يذكر الفتاوى التي كانت تصدر بطلاق الإنسان من زوجته إذا لم يصوت لقائمة الائتلاف العراقي الموحد، في حينها قائمة الشمعة، وإذا لم يعني عليه أن يستعد للسؤال يوم القيامة إذا لم يصوت لهذه القائمة، وهكذا. الجميع يعرف أن هذه المرجعية وما يصدر عنها هو من منح الشرعية لهذا المسلسل الإجرامي منذ عام 2003. ونذكر جميعا أيضا ما قاله بول بريمر حاكم الاحتلال الأمريكي بوثائق مسجلة وبالصوت والصورة، أنه كان يتواصل مع مرجعية النجف عبر موفق الربيعي وتبادل معها نحو 49 رسالة، وكان يعني هناك تناغم كامل في هذا المجال. وبالتالي يعني حتى هذه الاستقالة التي جاءت أو صدرت من عادل عبد المهدي، يعني أنا أرى فيها استهانة بدماء نحو 20,000 شهيد وجريح، وبغضبة الملايين المنتفضة في كل مكان، أنها لم تأتي استجابة لطلبهم، إنما جاءت استجابة لخطوة من مرجعية. يعني نحن لماذا إذن يتوجه العراقيون إلى كل 4 سنوات لانتخاب برلمان
وتصدر عنه حكومة كما يقال، ولماذا هذه الملايين التي تصرف أو مئات الملايين من الدولارات التي تصرف على برلمانات تشكل حكومات إذا كان الأمر خاضعا لخطبة مرجعية هي التي تحدد استقالة المسؤول أو عدم استقالته أو بقائه في السلطة؟ لماذا خطاب يعني السياسيين لا سيما رئيس الوزراء عندما يتحدث ويفتتح خطابه بآية قرآنية يعني افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين؟ أصلا يعني هذه الآية لا محل لها هنا. الآية هنا يعني ممكن أن تلمح إلى أن الذي يأمر هو بمثابة الأب، صح؟ يعني في هذه الحالة من هو الأب لعادل عبد المهدي لكي يأمره فيطيع؟ أنا قلت لك أنه بكل صراحة يقول أن هذه الاستقالة جاءت استجابة لسلطة المرجعية. أما الآية فلا محل لها من الإعراب في هذا المكان. يعني الآية تتحدث عن استجابة سيدنا إسماعيل لأمر سماوي إلهي جاء لوالده سيدنا إبراهيم، فالحالة هنا معكوسة. يعني أما الحديث عن السلطة الأبوية في هل هو يعني نوع، هل هو من النوع لكسب الثقة والكسب؟ لا هو تكريس لسلطة ولاية الفقيه في العراق. الآن يجري الحديث طبعا منذ سنوات أنه لا توجد ولاية فقيه في العراق. هذا الآن الأمر الأخير الذي حصل في العراق، وهو طبعا أيضا كل المسؤولين الأجانب يزورون المرجعية في النجف ويلتقون بها، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة تذهب إلى النجف لتحدد قرارا سياسيا مع مرجعية النجف. هذا كله تكريس لسلطة ولاية الفقيه في العراق التي تمارس عمليا، وإن كانت لم تمارس يعني لم يتم الحديث عنها نظريا، لا هي تمارس عمليا ويجري تنفيذها بكل وضوح. وأنت ترى يعني كما قلت لك هذه الاستقالة أكدت أنها استجابة لخطاب المرجعية. وأيضا عادل عبد المهدي في حديثه مع مجلس وزرائه يقول أنها استجابة لخطاب المرجعية، ولا يوجد أي حديث لدماء آلاف الشهداء الذين سقطوا، آلاف الشهداء والجرحى. طيب الذين ابقى معي أستاذ مصطفى ساعود عليكم مرة أخرى. أستاذ رحيم الكبيسي، القضاء في العراق إلى أي مدى ترى أنه قضاء مسيس واستخدم أيضا لتمرير حتى المجازر التي ارتكبت ضد المتظاهرين في العراق؟ يعني القضاء في العراق أصدر مذكرة قبض بحق جميل الشمري رئيس خلية الأزمة في الناصرية، إلى أي مدى ترى أن القضاء استخدم أيضا لتمرير عمليات المجازر، وأن هذا قرار القبض إلى أي مدى ترى أنه ذا جدوى قانونية؟ مع كل الأسف نستطيع أن نقول هناك بعض القضاءات في جسو واستخدمت السلطة السياسية في هذه الحالة. أنت تعرف أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية اختبر المتظاهرين تنطبق عليهم الرابعة إرهاب، لكن لحسن الحظ تم تمييز العراق ألغت هذا القرار، فقالت أن هؤلاء المتظاهرون يعبرون عن وجهة نظرهم طبقا للقواعد الدستورية، وبالتالي لا يمكن أن ينطبق عليهم ينطبق على الإرهابيين في هذه الحالة. لكن هناك كثير من القضاة من تفتيهم السلطة السياسية ويجيبونها كما تريد في هذه الحالة. على سبيل المثال عندما يخرج رئيس الوزراء ويقول أنني صحيح، ويقول لكنني استفتيت محكمة فقالوا أنت تستطيع أن تقدم استقالة لمجلس النواب، وهذا أمر مخالف للقواعد الدستورية، لأنه لا يوجد نص يسمح لرئيس الوزراء تقديم استقالة إلى مجلس النواب، بل الجمهورية فهو أخاف إذا ما كان رئيس الجمهورية هناك خلل في الصوت. أستاذ رحيم الكويسي سنعاود الاتصال بكم مرة أخرى. سيد علي عزيز الناشط المدني، يعني هناك معلومات وردت عن أن اجتماع حصل في دار هادي العامري وبعض زعماء الميليشيات
يعني يراد من هذا الاجتماع الخروج بخطة لإنهاء هذه التظاهرات من خلال نشر مندسين داخل التظاهرات السلمية يحملون الأسلحة أو يقومون بإحراق الدوائر الحكومية والخدمية وحتى المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية. يعني ما مدى صحة هذه المعلومات، وهل هناك مؤشرات فعلية ترونها على الأرض موجودة لها؟ نعم، هذه اجتماعاتهم طبعا ما انطبعت نهائيا، يعني من اول يوم هي مستمره هذه الاجتماعات، والمندسين موجودين ونعرفهم ونشخصهم. هذا استاذ الكلام في 7 ما يعني لنا نهائيا. واستقاله عادل عبد المهدي ترى هي عباره عن جزء صغير جدا من مطالبنا. احنا مطالبنا تغيير العمليه السياسيه برمتها من 2003 لحد الان على هذا البرلمان. يعني هذه الوجوه احنا بعد ملينا منها، بعد نريد نشوفها نهائيا. يعني اعطيك مثال بسيط جدا، الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحه سيد عبد الكريم خلاص قبل 3 أيام من طارق مجزره الناصريه، يعني خرج على شاشات التلفاز وبكل وقاحه يقول القوات المسلحه استخدمت الرصاص الحي دفاعا عن النفس. طيب وبعد ساعات تصدر مذكرة قبض بحق جميل الشمري المجرم الذي قام بهذه الفعلة. يا أخي هذه الحكومة، يعني أنت لاحظ يعني حكومة متشردمة، حكومة لا تعي ما تقول، حكومة انتهت. إحنا بالنسبة لنا أنا أقصد الحكومة بكل رموزها أستاذ، الرموز الأحزاب الفاسدة اللي موجودة بالسلطة اللي هي أصلا من دقة من هذا البرلمان. احنا الان ما عندنا ثقه باي شخص من الحكومه ولا البرلمان نهائيا. نعم، ابقى معي استاذ علي. استاذ مصطفى كامل، يعني هل سيكون ربما المندسون هم الورقه المستخدمه مستقبلا من قبل الاحزاب السياسيه المتنفذه والتي تحاول الحفاظ على نفوذها وعلى السلطه؟ يعني أنا بودي أولا أن أحيي الأستاذ علي عزيز، لأنه ومن يمثلهم من ثوار وأشد على أياديهم وأبارك لهم هذه الوقفة العظيمة في ساحات العز والشرف، ساحات الثورة في العراق. الحقيقة أنا باعتقادي لا يوجد مندسين في الأمر. هؤلاء المندسين هل جاءوا من المريخ؟ هل هبطوا إلى ساحات التظاهر أو ساحات الاعتصامات أو ميادين المواجهات بالمظلات؟ هؤلاء هم أحزاب أو عناصر أحزاب وميليشيات السلطة الإرهابية، هي من تزج بهم إلى المواقع التي الساخنة لأجل ارتكاب جرائم وإلصاقها بالمتظاهرين. وقد وجدنا العديد من المقاطع الفيلمية التي تصور اعتداء هؤلاء المدعومين، بعضهم حتى بملابس الرسمية، اعتداءهم على المؤسسات الحكومية واعتداءهم على يعني المؤسسات الخدمية. لو كان هناك مندسين من بين الثوار، أصحاب غرض خبيث من بين الثوار، لا أتكلم عن أصحاب الميليشيات الإرهابية، لتوجهوا إلى البنوك والمصارف لسرقوها. لكن هم توجهوا إلى من؟ يعني أنت تلاحظ أن عمليات الحرق توجهت إلى القنصلية الإيرانية وهي مصدر الشر والإرهاب في العراق ومصدر قيادة الإجرام والميليشيات الإرهابية. ولو كان هناك بالإمكان توجه الثوار إلى مقر السفارة في بغداد لتوجهوا، ولذلك نرى هذه المجازر التي حصلت على جسري السنك الرشيد والأحرار لمنع الثوار من الوصول إلى موقع السفارة الإيرانية. توجهوا إلى منازل المجرمين الفاسدين الذين قتلوا العراقيين وسرقوهم، وتوجهوا إلى مقرات الميليشيات التي تقتلهم. الآن عندما يتوجهون إلى مقر الحكيم في النجف ليس لرمزيته، وإنما لأن فيه ميليشيات قامت بقتل العراقيين، ورأيناهم جميعا بالملابس التي يعني بالدشاديش ذات اللون الغامق، وأحدهم يدعى سلمان الموسوي والآخر يدعى محسن الحكيم وهو ابن عم عمار الحكيم. هؤلاء رأيناهم رأي العين وهم يقومون بأعمال الإجرام.
رأينا أحد زعماء الميليشيات الخراساني يوجه العناصر الأمنية التي بمعيته لقتل الثوار وقتل. رأينا شخص من اسمه كذا الجشعمي من تيار الحكمة هو من يوجه الميليشيات لقتل المتظاهرين، يقول امنعوهم وإذا لم اقتلوهم، ويتكلم عنهم ببذاءة. إذن المتظاهرين قاموا بحرق كنوع من العقوبة الغاضبة. نحن طبعا ضد ممارسة العنف، نحن مع سلمية الثورة، مع الحفاظ على أمن المواطن وأمن الوطن، وهذه المقرات الرسمية هي مقرات للدولة العراقية وليست لهذه العصابات التي تتحكم بالعراق. لكن أنا أريد، وأنا لا أبرر لكن أوضح، أن هؤلاء الثوار ذهبوا إلى المواقع التي تستهدفهم فقاموا بحرقها. عندما توجهوا إلى حرق منزل المجرم جميل الشمري، لماذا لم يحرقوا البيت الذي بجانبه؟ هم توجهوا إلى قاتل أراد قتل أبنائهم، قتل المئات وجرح المئات من أبنائهم، وبالتالي لا يوجد هناك مندسين. هذه عبارة يقصد منها ضرب الثورة، تشويه الثوار، إلصاق الجرائم بهم وهم أبرياء، وهم يعني هؤلاء الذين يضحون بدمائهم أطهر من كل هذه العمائم والمناصب الخسيسة التي تفسد في العراق وتقتل وترهب الناس منذ 16 سنة. الثوار كانوا عند المصرف، عند البنك المركزي في شارع رشيد. لماذا لم يتوجهوا إلى المصرف المركزي، إلى البنك المركزي ليسرقوه؟ لو كانوا هناك، لو كان بينهم بين الثوار الحقيقيين من لديه غرض خبيث. لا، المندسون هم العصابات الإرهابية الإجرامية التي تقتل العراقيين. واضح. وهذه حصلت، يعني من سرق البيوت في تكريت؟ من سرق البيوت في الموصل؟ من الذي سرق البيوت في الفلوجة؟ من الذي اعتدى على المواطنين في جرف الصخر وإلى الآن جرف الصخر مغلقة؟ هذه الميليشيات هي التي ترتكب هذه الجرائم، وهي التي تقتل، وهي التي رأيناها. يعني الآن إذا كانت بعض الأحداث في السابق غير مسجلة وغير موثقة، الآن موثقة فيديوياً. عندما تأتي القنابل الغاز لتستقر في رؤوس الثوار، يعني كيف يمكن لهذا الثائر وهو يطالب بالسلمية؟ أستاذ رحيم الكبيسي، ما توثق على شبكات التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي، من فيديوهات تظهر عمليات القتل المباشر للقوات الحكومية والميليشيات للمتظاهرين السلميين في العراق، إلى أي مدى يمكن التعويل على هذه الفيديوهات كوثائق ممكن محاسبة مرتكبي هذه الجرائم والجناة عبرها؟ هذه يسموها بلغة القانون أدلة إثبات. نحن نعرف في بداية الحراك الجماهيري كان هناك قنص، كان هناك قناصين يستهدفون مباشرة المتظاهرين، وكانت القنص يوجه إلى رأس المتظاهر أو إلى صدره في هذه الحالة، سواء بالرصاص القاتل الحي أو بالقنابل المسيلة للدموع، هي لم تكن، وإنما هذه القنابل فيها قوة تدميرية كأنها تدخل في أسلحة الدمار الشامل في هذه الحالة. فهذه أدلة إثبات. ثم بعد ذلك عندما نقول أن السلطة التنفيذية بكلها، يعني مجلس الوزراء، رئيس الوزراء والوزراء، يصدرون قرارات إلى جدة الأمنية لتفريق المتظاهرين باستخدام كل الوسائل. فكلمة كل الوسائل، احنا في لغة القانون نقول المطلق يجري على إطلاقه. يعني سواء كان سلاحا أبيضا أو رصاص حي، إذا يتحمل المسؤولية من أصدر الأمر ومن نفذ الأمر. حتى الذي نفذ الأمر لا يستطيع أن يتذرع، لأن هذا أمر صدر من أعلى، وبالتالي أنا مجبر على تنفيذه. إذا ما ترتب تنفيذ الأمر على عملية قتل أو جريمة جنائية، فيحاسب كما يحاسب الذي أصدر القرار. وبالتالي كل مجلس الوزراء وكل الذين أصدروا الأمر ونفذوا الأمر هم محاسبين في هذه الحالة، وبالتالي يسألون جنائيا. والمفروض الآن المساءلة تتم من الآن، لا يسمح لهؤلاء أن يمارسوا عملا بعد ذلك، بعد ارتكابهم هذه الجرائم ضد شعب العراق.
مع استمرار هذه الجرائم وارتكاب هذه المجازر ضد المتظاهرين السلميين، أستاذ رحيم الكبيسي، أيضا يعني ما المطلوب من وجهة نظرك أو من الناحية القانونية وبصفتكم أستاذ في القانون الدولي، كيف يمكن استخدام هذه الوثائق يعني يعني الحصول أو يعني طلب الحق أو مثلا طلب محاكمة أو محاسبة من قام بقتل هؤلاء؟ يعني ماذا على ذوي الشهداء فعله؟ المنظمات الدولية بدأت توثق هذا الكلام. منظمات العفو الدولية، العدالة في جنيف، بدأت توثق لتقديم هذه إلى منظمة، إلى مجلس حقوق الإنسان، باعتبار العراق عضو في مجلس حقوق الإنسان في هذه، وهذا انتهاك لمبدأ من مبادئ حقوق الإنسان. وربما يحال الأمر إلى محكمة الجنايات الدولية. هناك من يفكر الآن أن يطلب محاسبة هؤلاء لأنهم يحملون جنسية فرنسية أو جنسية بريطانية أو جنسية سويدية، هناك بالتأكيد. لكن داخل العراق كل الذين فقدوا أحبائهم عليهم أن يتقدموا إلى النائب العام لتحريك الدعوة العمومية ضد هؤلاء الذين نفذوا الأوامر أو أصدروا هذه الأوامر لتنفيذ. نحن نعرف قبل مجزرة الناصرية ب 24 ساعة اجتمع مجلس الوزراء، وهو موثق في هذه الحالة، اجتمع مجلس الوزراء وقال رئيس الوزراء إن هؤلاء الذين يخالفون أو يقطعون الطرق سنستخدم ضدهم كل الوسائل. وبالتالي خلال ال 24 ساعة التي تلت هذا اللقاء أو هذا الاجتماع لمجلس الوزراء، بدأ جميل الشمري وبضاعته التي انطلقت من بغداد مباشرة واستهدفت المتظاهرين وفي ساعات الصباح الأولى وهم نائمون في الخيم في الشفة. إذن ليس هؤلاء فقط، وإنما كل من نفذ عملية القتل يجب أن يحال. ونص المادة 406 صريحة في أن مادة قانون العقوبات رقم 111 سنة 69 الساري المفعول وتعديلاته، هذه المادة صريحة تعاقب بالإعدام هؤلاء الذين قاموا بعملية القتل قصدا ومع سبق الإصرار أولا، أو استخدموا القنابل أو المتفجرات التي تحوي في طياتها مواد سمية، وقتل الناس أمام مرأة، فهي أدلة إثبات يستطيع القضاء أن يعتمد عليها لمحاسبة رئيس الوزراء والوزراء وحتى الضباط والمراتب، الضباط والمراتب الذين نفذوا أمر القتل. نعم. أخيرا أستاذ يعني رحيم الكبيسي، ما يجري من عمليات قتل مستمرة، إلى أي مدى ترى أنه يعتبر جريمة ضد الإنسانية، جريمة إبادة ضد البشرية؟ هو هذه لأنه المحكمة الجنائية الدولية وصفت الجرائم ضد الإنسانية عندما تقتل 5 أشخاص فأكثر. نعم. ونحن عدد القتلى الآن فاق 500، وعدد الجرحى منهم حوالي أكثر من 5000 معوق في هذه الحالة. إذن هي جرائم ضد الإنسانية استخدمتها أو وفرتها السلطة السياسية للعناصر الأمنية المرتبطة بها، سواء كانت قوات مسلحة شرطة أو جيش. نعم. أو ميليشيات، لأنه كلها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة طبقا للمادة 76 من الدستور. وأنا شكرا. أقول الآن من خلال شاشتكم. نعم، تفضل أستاذ رحيم. للوزراء أن يمارسوا أي عمل وظيفي بعد قبول استقالتهم، لأن يجب أن يساقوا إلى المحاكم وتشكيل حكومة مؤقتة تسير دولاب الحياة اليومية في حين انتخابات جديدة وتشكيل حكومة جديدة في هذه الحالة. نعم. لهم هذه النصوص القانونية صريحة في كل دول العالم، لا يحق لمن تقدم باستقالته أن يستمر. هذه الكلام في الأمور العادية، أما في الظروف الاستثنائية من ارتكب جريمة عليه أن يساق إلى القضاء في مكانه. أنت تعرف عندما تسمع خطاب عادل عبد المهدي في اللحظات الأخيرة عندما يطلب، يقول لم يتغير شيء، ها نحن باقون في أماكننا، كل ما في الأمر نحن نقوم بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة. استمعت إلى توصيف الأستاذ رحيم الكبيسي من الناحية القانونية ما تحدث به أستاذ مصطفى كامل، إلى أي مدى ترى أن شرعية المنطقة الخضراء قد سقطت من عين العراقيين الآن؟
أولا العراقيون لم يقيموا لهذه السلطة التي أوجدها الاحتلال وزنا، هؤلاء فرضوا أو فرضوا على العراقيين بقوة النار وبقوة السلاح وبقوة الإرهاب الأمريكي الإيراني المشترك الذي وجدناه طيلة السنوات الماضية. لكن عندما قامت هذه الثورة، والدليل على أن الانتخابات الأخيرة لم يشارك إلا بها نحو 18 أو 19% ممن يحق لهم التصويت والاقتراع في العراق، وبالتالي هذه أصلا هم فاقدون للشرعية، هؤلاء جاءوا مع المحتل وكل من جاء مع المحتل هو فاقد للشرعية، وكل من سوق للاحتلال هو أيضا فاقد للشرعية، ولا يمكن أن يتسلم أي مسؤولية في العراق ما بعد التحرير. إذا كان لكن فاقدا للشرعية، لكن تتوقع أن تتم محاسبته من قبل من قام بتنصيبه؟ يعني من قام بتنصيبه أنا لا أعول عليه، أنا أعول على الشعب العراقي وعلى يعني عدالة القضاء العراقي وقوة القانون العراقي. أنا أشدد على ذوي الضحايا أن يوثقوا كل ما حصل، وعلى أبناء هذه المدن الثائرة كل ما حصل يجب أن يوثق باليوم وبالساعة وبالدقيقة وبالمكان بشكل دقيق، رغم وجود المئات من المشاهد الفيلمية وآلاف الصور التي تفضح هذه الجرائم وتوثقها، لكن يجب أن توثق أيضا كتابيا. ونحن يعني ندعو إلى محاكمة هؤلاء المجرمين قضائيا، ولكن هذا إذا وصلوا إلى القضاء، لأن الشارع الحقيقة لديه نقمة هائلة عليهم تتزايد يوميا مع سقوط كل قطرة دم شهيد في بغداد أو في غيرها من المحافظات. هؤلاء إن وصلوا إلى أيدي الثوار سيقومون بسحلهم في الشوارع. نحن لا ندعو إلى ذلك، نحن ندعو إلى أن يحاكموا وفق القانون ووفق مبادئ العدالة لينالوا جزاءهم العادل، ولذلك يجب أن توثق كل هذه الجرائم التي ارتكبت. شرعية هؤلاء بالتأكيد ليست لهم شرعية. هذه الثورة أسقطت كل المشروع الأمريكي الإيراني وكل مؤامرات الدول التي تآمرت على العراق، الدول العظمى التي تآمرت على العراق ودول الجوار التي تآمرت على العراق ومنها إيران خلال 16 سنة، وأولها مشروع الطائفية ومشروع المحاصصة العرقية. هؤلاء الآن الثوار في ساحات الاعتصام وفي ساحات الثورة وفي ساحات المواجهة مع هذه الآلة البشعة الإجرامية الإرهابية. هؤلاء لهم الشرعية، الشرعية الوحيدة هي للشعب. عندما ثار هذا الشعب على هذه الطغمة المجرمة وارتكبت هذه الطغمة المجرمة مزيد من الجرائم الإرهابية بحقهم، لم تعد حتى لمتذرع بالشرعية، حتى لمتذرع بالحفاظ على السلم والأمن، لم يعد هناك سلم ولم يعد هناك أمن، ومن خرقه هو هذه السلطة، وعليه فإن السلطة هي للشعب. هؤلاء الثوار الآن في ساحات الاعتصام هم من يقرر شكل ومواصفات ويعني أسماء من سيقود العراق في المرحلة الانتقالية القادمة إن شاء الله بعد سقوط هذه الحثالة المجرمة، ويعني لتقود هذه السلطة الانتقالية تقود العراق إلى بر الأمان. هذا العراق يعني يستحق ما هو أكبر من هذه الحثالة التي يمثلها إبراهيم الجعفري وإياد علاوي ونور المالكي وعادل عبد المهدي وحيدر العبادي، هؤلاء الذين جمعتهم الولايات المتحدة وإيران من أسوأ الأماكن العفنة والأزقة المظلمة وجاءت بهم ليتحكموا بهذا البلد العظيم ذو الحضارة التي تمتد إلى أكثر من 7000 سنة. هذا البلد الذي يعني أنتج علما وشعرا وفنا وثقافة تحكمه هذه الحثالة المجرمة التي لا تستطيع أن تبني طابوقة واحدة في العراق. لحد الآن لا توجد بأسماء هؤلاء، توفرت لهم إمكانات أكثر من 1200 مليار دولار خلال السنوات الماضية، رفع لكل العقوبات التي أو الحصار الذي كان مفروضا على العراق، دعم دولي هائل من الولايات المتحدة وحتى اليابان ومن استراليا حتى القطب الشمالي، ولا يوجد أي عائق أمامهم، ولكنهم يعني أفسدوا ودمروا حتى مرتكزات البناء التي كانت دمروها، وبالتالي العراق يستحق أكثر من هؤلاء، أفضل من هؤلاء بكثير، وشعب العراق لديه الإمكانات لهذا. شكرا لك يا ضيفي في الاستوديو الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر. شكرا.
ونشكرك شكرا جزيلا دكتور رحيم الكبيسي أستاذ القانون الدولي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، وشكرا لك شكرا جزيلا سيد علي عزيز الناشط المدني كنت معنا من بغداد. في الختام تقبلوا مني أطيب تحية مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر.